تشكيل البلاد هو 28 من شهر نوفمبر عام 1958، ويذكر الشعب التشادي زمن استنشاقه رياح إعلان جمهورية تشاد وبشروق شمس الاستقلال من الاستعمار الفرنسي. ولمعرفة تلك الفترات التي أعقبت إعلان الجمهورية، وهنا بحي أنجاري وبالتحديد حيث مقر إقامة عشر ترقدي الذي كان نموذجا تشاديا، عايش 28 من شهر نوفمبر وهو يناهز من العمر 22 عاما في تلك الفترة، وسرد الحقبة التشادية لتشاد آنذاك. نوفمبر ده بيذكرني قبل كل شيء استقلال الذاتي عن تشاد، فرصة وطنية، وكل إنسان يمرق ويقول شعوره ويشوف شعوره يضحك ويقول ما يوم هزم شارع 8 يوم 11 لقينا الاستقلال، وكل أنا متخوف فكرنا أن نادو ما داوس ولقى استقلال هذا ني يوم تنقل الاستعمار قبل يجمع معروف، لكن ما حصل ده. وبعيدا عنه نجد أحد القدامى هو الآخر يعد مرجعا هاما لتاريخ البلاد، مع أنه عاش زمن إعلان جمهورية تشاد يبلغ من العمر 11 عاما، ولكنه يذكر ملامح التاريخ جيدا، وحضر الحفل آنذاك هو في مدينة كمبرا جنوب البلاد. والدنيا حلوة، بالون بهيني لطتين بهيني أركب في همار قدي بأركب في جوار قدي تتركم ساعت وساعت، يعني دقاق يعني تابعين العلبة تابعين. ومن جانب الجيل الناشئ في القرن 21 لهم رؤى متفاوتة عن تاريخ 8 من شهر نوفمبر لعام 1958. 28 من شهر نوفمبر يذكرني الإيتا الحنا حنا حنا حرية حنا تشات على ماما فات أنا النزل ميتين دول شنو يوم قشلة ما جرو وبقول بيت ما تمر برو 28 نوفمبر 1958 إن أنا لسه ما هدرنا لكن أبهرنا بروك فات وكيك وإسيتو. إعلان جمهورية تشاد في 8 من شهر أغسطس لعام 1958 مهد الطريق ليعلن المستعمر تشاد جمهورية في العام 1960، ونالت تشاد عضويتها في الأمم المتحدة